السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل جولة جديدة ونروح سوق جديد، واحنا واقفين هنا في شارع البحر الأزهر. هنركب عربية رايحة دار السلام، ونقول لكم هنروح فين بقى بعد ما نركب عربية دار السلام. بصوا يا جماعه، احنا هنا كده وصلنا دار السلام، وهنركب عربيه من العربيات اللي ورايا دي رايحه فايده كامل، ومن بدايته هيبقى السوق، بس مش تكملوا للاخر، هقول لكم ننزل فين. السلام عليكم. بصوا يا جماعه، احنا كده في دار السلام عند اللهم صل على النبي. ركبنا عربيه بتروح فايده كامل، ما كملناش لغايه الاخر، قلنا له نزلنا مزرعه البط، وورانا شارع جامع اهو زين العابدين، والشارع بصوا الشارع اهو اللي فيه القماش اللي احنا هنخش فيه دلوقتي. ده احنا لسه مع بعض في جولة جديدة مع مروعة اخر العنقود، معاكم دعاء، بنصور في سوق مزرعة البط. في هنركب بالدار السلام عربية رايحة فايدة كامل، قبل ما تنزلوا الاخر خالص قولوا نازلنا مزرعة البط، الشارع اللي على ايديكم الشمال هتخشوه هتلاقوا الشارع كله اقمشة. فبصوا احنا بنصور عند استاذ هنا اسمه حسن. القماش ده كده بركال اللي انا واقفه عليه بالكاميرا، اللي عليه نقشات زلط بقى طوب زي ما انتوا شايفينه، حلو قوي. ده بركال، كل الشكل اللي فوق ده كده بركال، اللي جوه لسه ما نعرفش، هندخل دلوقتي ونشوف. وده كده بركال اهو، والمجسم ده بركال برضو، المتر ب 28 عنده، لو جيتوا قلتوا منوعات اخر العنقود هيدولكم ب 26 جنيه، اتفقنا؟ عنده ال 3 دي ب 25. بصوا اشكال ال 3 دي بقى، اول شكل ده جميل قوي، الشكل دوت واحده صاحبتنا عملته على الجروب، شكله جميل وروعه، اللي هي قلبين في فروزن واختها سنو وايت. الشكل ده انا عملته وجبت القماشه من عند ابو احمد. عندكم فراشه اهي اللي هي المجيئه، والشكل اللي فيه القلوب ده. خلينا واحده واحده كده مع بعض. بصوا الاشكال بتاعه الاطفال تحفه، الشكل ده جميل قوي، تحس ان انت داخله جوه الرسمه، جميل. بصوا دي كده ماشا اهي بالوش بتاعها الكبير، وده شكل تاني اهو. وتعالوا مع بعض نخش ونشوف بقيه التشكيل عنده جوه. بصوا واي فاي اهي، في ناس كتير قوي كانت بتسال على واي فاي، وهنا استاذ حسن الاساتذه الاثنين اللي واقفين دول هنا عشان تعرفوا اشكالهم اهو. الواي فاي اهي والاشكال اهي. ما هي عارفاها دي ال 3 دي صح؟ اه 25. ب 22 النهارده؟ ب 22 النهارده اوكازيون عشان خاطر منوعات اخر العنقود، ب 22 النهارده احنا في مزرعه البط. اه والله ابو يسر دلوقتي هتصوت لي في التليفون. بصوا يا جماعه اللبني وراها اهو، بصوا هو بيفرد اهو خامات واشكال. بصوا الخامه حلوه اللي هي ال 3 دي، بس هي بقى ايه يعني بتختلف من تاجر للتاجر عنده كام شكل، يعني في تاجر عنده كذا شكل فبيبيعوا بأقل، في تاجر بينزل، كل واحد بينزل على حسب راحته عشان احنا ما نقطعش ارزاق حد. بصوا يا جماعه اشكال اهي، والواي فاي اشكال ثانيه، كل ده كده 3 دي ب 25 جنيه. شايفين هتيجوا هنا المكان اسمه حسن. الورق يا نهار ابيض على الشكل ده، بصوا الشكل ده شايفينه، الورده يعني مجسمه مجسمه على جمالها. المنقط دوت الناس كلها عملته على اليوتيوب، سواء الاشكال بقيه الاشكال انا ده جبته قبل كده واشتغلت فيه فلات خالص، بس كان شكله جميل قوي لسرير الاطفال. دي اشكال ال 3 دي اللي عنده، شايفين اهي دي اشكال كده ال 3 دي، اللي ناقصه شكل يكملوا يعني. بصوا الهاديه دي اللي انا قلت لكم عليها اهي، شايفه الهدوء بتاعها، تحس ان انت داخله في تلج شبه التلج اللي هم كانوا عايشين فيه. واجي القلوب اهي اللي احنا كنا بنقول عليها ان صاحبتنا عملتها وحطتها على الجروب. نكمل بقى بقيه التشكيل عنده جوه في المحل. بصوا يا جماعه بقيه التشكيل اهو بتاع ال 3 دي، شكل تاني اهو، في شكل الورده دي حلوه برده بس بكنار تقريبا، وكنار بتبقى بتضايق لما تيجي تعملي فيها كورنيش. الخامه محمله يا يسر، معايا الكارت اهو يا جماعه. بصوا
بالمرة اهو الكارت، ابو علي لتجارة المفروشات والمليات حسن ماهر، ورقم التليفون اهو اللي عايز يتواصل معايا او عايز يجي عنده. انت ما عندكش شحن؟ شحن ما بتشحنش لحد؟ ما بيشحنش يا جماعة. بصوا ده 3D اهو، امشي واحدة واحدة كده لل 3D. حلو قوي دي، شايفينها اللي فيها ورد، حلو قوي، واللي جنبيها الناس اشتغلت فيها كتير. بصوا الوردة دي زي اللي انا وريتها لكم بره بس شكل تاني، الشكل ده هنا اهدى، بره فيها مبيتي، حلو قوي. عندنا في فرش على فكره اصل جميل. بصوا كده 3D اهو، احنا كده كده في 3D. تعالوا بس كده من على القرب، انا بوريكم تشكيل كبير عشان خاطر اللي عاوز تشكيل معين يجي ويلاقيه. بصوا دي شكلها من فوق لتحت كده اهو، الشكل ده برضو في ناس اشتغلت معانا فيه، جميل جدا جدا جدا، حلو قوي. فالشباب انا عندي برد فاستحملوني. بقيت الاشكال اهي بتاعت البركال اللي في الوش ده كده بقيت اشكاله بتاع اللي بره، ده كده بقيت الاشكال بتاع البركال اللي بره، وده برضو بركال. احنا قلنا ب 28 وهو عشان خاطر القناعه يعملوا لكم ب 26 لو جيتوا قلت له منوعات اخر العنقود. والمجسمه اهي برده هيدوه لكم 26، ده كده بركيه. الله خامته حلوه وتقيله جدا ومحمله، ده بركيه اهو حلو قوي. بصوا ده كمان بركان، كل ده كده على بركيه. حلو دي، وده بقيه البركان اللي احنا شفناه بره. مشجر ده مشجر. انا مش عايزه اتعبك. لا يا ستي عادي. ده ظهرها بتبقى من فوق، وده الشكل بتاعها في وسط السرير. حلوه دي على فكره، عندي فكره حلوه قوي قوي. متى تقمن التركي؟ لا بس انت امسكها كده اقول لهم فكره حلوه قوي. يعني مش لازم اجيب الملايه كلها كده واحطها على السرير، لا. عارفه انت افرضها، معلش يا استاذ حسن هقول لهم حاجه بس. لو خدت انت الرسمه دي بالطول كده، خدت الرسمه دي بالطول كده وجبت اللون الفوشيا ده ساده وحطيتيه من الجنب ده ومن الجنب ده، تبقى الرسمه في النص بس، هتبقى شكلها تحفه جدا. بدل ما تاخدي السرير كله وتمليه كل العروسه دي، لا تبقى في النص كده ويبقى ليها شكل من الجنبين ساده، هتبقى تحفه. في الوان ساده برضه، ده كده بركال. الساده عندك المصريه بكام؟ المصريه ب 18. عندك المصريه بس مفيش المحله ولا العمريه، انت شغال 3D وبركال ومصريه بس، مصريه منقوش وساده. بكام المنقوش والساده؟ المنقوش ب 17 والساده ب 18. ادينا اهو بعرفكم على الاسعار يا جماعه. فرقت لك المرخمه دي؟ لا بس احنا شفناها بره الاشكال اهي اللي عنده بالمقصوص. صورتها، تسلم ايدك، جميله. برق بنزين، ما بلاش احسن، انا ابني كده هيشبط فيها. انا برق بنزين ده بالنسبه لابني يعني حياته كلها. حلو، انا شفنا البركاله البركاله اهو، ده كده البركاله هو بيوريه لنا اهو يا جماعه. والله ما عايزه اتعبك كده، انا يعني مش عايزه اللي توب تبقى تقيله كده، انت مش قلبها. لا هي جايه رسمه. انت جاي. بس ماشي، انا عارفه عشان يبقى ما تتوسخش من فوق، فهي جت الرسمه كده. بصوا يا جماعه اهي دي، ما تقدروش تاخدوها بالطول زي ما انا قلت لكم في الثانيه فيها مساحه ان انتوا تاخدوها بالطول، دي لا. انت عاجباك الرخام؟ انا عارفه، انا مسميها زلط على فكره، مش مسميها رخام خالص، بس هي الخامه محمله اللي هي البركان. البركان معروف، ما انا عارفه البركان ونضيف. لا كذا شركه دلوقتي. كذا شركه، الله ينور عليك، وكذا سعر فعلا. ده كان بقى ب 30 اساسا. نزل بقى عشان الكورونا والكلام ده. نزل. بصي الشكل ده، بصي الشكل ده هو عامل ازاي. هحطه ب 22 عشان الناس اللي تبعي. 22 3D للناس اللي تبعي، منوعات اخر العنقود. ايوه صياطي دار السلام. هبقى اخش في الجروب بتاعكم. ايوه دار السلام. الفيديو وانا انزله لك على جروبات دار السلام. خلاص هبعته لك. ماشي. جميله. دي ايه؟ دي مجسمات برضو بركاله، يعني تحسي والله ان انت داخل جوه الرسمه. ايه المنظر ده يا جماعه؟ يا سلام لو القلب ده تاخدوه
بحاله كده يعملوا خدادية، يعملها خدادية قلب كمان، مش يحطها كده على الخدادية شكل، لا تقصوها وتعملها خدادية قلب، هتبقى تحفة قوي على السرير. في ناس كتير قوي بتحب الاسود، انا ما بحب الغوامق. في ناس بتحب الاسود صراحة، بس انا لما رجحوش. كل ده احنا لسه في البركان، كل ده احنا لسه كده في البركان. بصوا يا جماعة جمال القماشة دي اللي انتوا اتهبلتوا عليها، دي 3D، ده ظهرها اهو، والوش الله الخدادات دي لهو. انتوا خليني ومصحف اقطع منها. طيب باشا ورينا وشها تاني لو عايزه ابقى اجي انا الجمعه الجايه واقطع لك عادي، انا وانت ان شاء الله. بصوا يا جماعه جمالها دي كده 3D، اتفقنا 25 هتدوها لهم ب 22 عشان خاطر منوعات اخر العنقود. وانا عارفه والله العظيم انا مسكت كل الخامات، انا مسكت كل الخامات. لا شكلها حلو قوي. بصوا التلج دي، التلج اللي هيفردها دي برضو انا فروزن. بصوا الشكل، تحس ان انت معاهم والله العظيم في التلج، يعني جميله قوي شكلها حلو. حلو والخداديه تطلع معاكي مظبوطه قوي، الشكل بتاعها حلو قوي، تطلع خداديه مظبوطه. ده كده في 3D متفقين، 22 بدل 25 اهو. هلال رمضان اهو، جميله جميله. في برضه شفناها مع بعض بنفس الخامه كده في حته ثانيه، فالارزاق بيد الله. هو السوق فتح على فكره، هو السوق ما كانش مفتوح، ما كانش حد فاتح الاسواق ولا منزل اقمشه، دلوقتي نزلوها. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نزلوا دلوقتي الاقمشه اهو وفتحوا السوق. دي ميكي حمراء، وريني الوش كده. بصوا جمال الوش ده 3D، ده كده 3D ماشي. الموف ده جميل، اشتغلنا فيه دفايات. لا واشتغلت فيها انا. جميل. لا جميل، ورينا الوش يا حسن. هي نفس الرسمه بس دي موف دي طبعا. جميله ماشي. جلاس؟ لا بتبقى اخف، اخف شويه الجلاس، بتبقى اخف شويه. انا بقول لك في ناس بتجيب ده بتجيبه ايه؟ حلو قوي وش الميكي الكبير ده. الميكي الكبير جميل، وش الميكي الكبير ده حلو قوي. ورينا وشها نفس الشكل؟ لا ده كده الظهر بتاعها. بصوا هتاخده برده، وهتاخده الخداديه صغننه كده. حلوه برده الخداديه، مش وحشه، صغيره شكلها حلو. بصوا فروزن شكل تاني، بس التانيه بقلوب. اتفضل. التانية بقلوب دي من غير قلوب، الاتنين ماسكين مع بعض كده حلو. تسلم ايدك يا حسن والله. بصوا الخدادية برضو جميلة، انا بحب ابص الخدادية لانها هي اللي بتظهر الشكل. الشكل اللي انت عملتيه. معلش معلش، ربنا يعوض عليك. حلو قوي. ورينا وشه بقى، فيه مربعات اكبر تقريبا. ايوه اهي، ده برضو نازل منه في الجلاس على فكرة. ما هو صح؟ معظم الحاجات دي بتنزل منها. بس احنا كده في 3D مش في الجلاس يا جماعة. فريدي الحمراء دي عشان انا بحبها قوي، عملتها لحد عزيز عليا فجميله. صدقيه ان هي جايباها جلاس مختلفه، ما عشان هي الزبونه اللي جايباها لك. لا الزبونه اللي جايباها لك. بصوا الشكل ده يا جماعه، والله العظيم ثلاثة على السرير ملوش حل. كنت عاملاه فلات حتى مش من غير ما العب فيه، بس جميل. جميله قوي، شكلها حلو، انا بحبها قوي. احمر او برمادي تبقى كويس. برمادي او احمر فعلا. انا كنت هعملها برمادي بس قالت لي عايزاها فليت. طب تعالي نخش لجوه بدل ما هو. يلا تعالى نخش جوه عشان نكمل الفيديو وما يبقاش طويل. عايزه توقفي وقفله. ده كده ايه؟ ما اشتغلش في الجلاس، ما اتفقش. ده كده 3D اهو، يبقى هي مطربه بس. والله الجلاس مش حلو اصلا، بس نازل منه الشكلين اللي انت جايبهم الاخير ده جميل. الشكلين الاخير فعلا. بصوا ده كده 3D اهي، يا نهار ابيض. والله العظيم انا نفسي اوقف الصوره على الجمال ده. حلو قوي. ده ظهرها اهو. لبن، هي عايزه بنانيتي. جميله. عايزه بنات. حلو، تسلم ايدك يا حسن. صراحة عندك تشكيل كبير، اللي خلانا اقف عندك عشان التشكيل اللي عندك. شنة ورنة. شنة ورنة. شنة ورنة ايه؟ انا جاي عمالين يقولوا شنة ورنة. مش قادرة اتحمل. انا البرد مخليني والله بص خنفة خالص. حلوة. جميلة. حلوة دي. لا واهم حاجة المصطبخ بتاعتها حلوة. لا جميل اللبني بتاعها، يعني ممكن اي حد يحط معاه اي شكل تاني او فلات زي ما هو عاوز. ب 22 يا جماعة. والنبي الكارت وقع، والنبي الكارت وقع عشان هوريه له. في برق بنزين. برق بنزين ده شكل تاني، احنا وشفنا البركان ده دلوقتي 3D. ماشي حلو. صبيان كان بقيه الاشكال اهي. اي ظهرها، ده ظهرها للبيوت كلها اللي جري عليها.
انت وريتها لنا بره. لا دي رسمه ودي رسمه. لا ده فاتح وده غامق. ايوه ده فاتح وده غامق. ركزوا ركزوا في الفاتح والغامق. هنا ب 22. ابوه اهو ابوه. على امه كل تسكتي لحسن ده انا بعشقه قوي. ما بياكل بدربان العسل ده برضه انا اشتغلت فيه قبل كده. هي رسمه بقى لها فتره بس حلوه الناس كلها حباها يعني. هو ده بزاتيك. بزاتيك ماليش فيها. عيالي بقى عيالي بقى. هي اولادي بس زحمه بس حلوه على حسب بقى ذوق. يا نهار ابيض على الخدديه. بصوا الخدديه عليها كميه لعب قد ايه. بصوا انا نكشف عايز تعملي الخدديه عليها الاشكال دي كلها نهون بس. ماشي يا حسن اوقف بقى. بصوا يا جماعه الشكل ده. ايوه اللي واقف عشان نختم معاكم بقى عشان البرد مبهدلني في الشكل ده. شايفينه برده بناتي. استني اوري له اللي احنا عملناها. دي الميكي. حاضر دي الميكي. نختم بقى فروزن ايه اللون اللي عاجب صاحبتي. هو اسمه فيروزي ولا اسمه كرومبي ولا ايه ده؟ انا بقول عليه بوستاش. بوستاش؟ ايوه انا كرومبي بقى. وريني الوش الظهر بتاعها. حلوه دي. حلوه قوي. الخدادية تاخد رسمتين. هتاخد رسمتين. ماشي يا حسن. هو شكله اهو يا عم اللي واقف في الفرشه استاذ حسن. تيجوا هتلاقوه هو اللي واقف. وده الكارت بتاعه برقم التليفون اللي عايز يتواصل معي. اهو. هتفضل. طب تعالى بص. بصوا الرقم اهو. عايزه ابين الرقم. لا هو ده. يا رب يكون باين اهو كده. ده الرقم بتاعه. تيجوا تتواصلوا معاه. احنا هنا في سوق مزرعه البقر من عند فايده كامل دار السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والجلسه بقى اخره 22. ده خشن جلس بس هو سعره واقف. هو سعر الجلس واقف فعلا. محدش يقدر. بصوا خامة والله العظيم. الناس يعني ده شكل الجلاسة اهو. ده اخر شكل نزل على فكرة في الجلاس دلوقتي. في منه اللون اللي هو وريه لكم واللون اللون ده واللون البامبا. اللون الكاكاوي ده واللون البامبا. ده كده في الجلاس والمتر 22.